Unsere Demonstration heute ist ein Zeichen, dass die syrische Revolution nicht tot ist. Ein Zeichen, dass die Syrer und alle Freunde der Syrer gemeinsam sagen, Yaskot, 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 Assad! حبينا نلبي دعوة الداخل بسبب التطبيع مع نظام الأسد وحملة لا التطبيع مع نظام الأسد المجرم ونظمناها مثل ما شايف اللافتات بالألماني. نحن هون عم نتظاهر ضد التطبيع مع نظام الأسد المجرم ودعوته إلى العودة إلى الجامعة العربية. نوجه رسالة إلى الجامعة العربية إنه لم نتأمل منكم خير في النصر، لماذا تدعمون قاتلنا؟ لم تنصرونا، لماذا تدعمون القاتل؟ النظام السوري هو نظام ميت سريريا، نظام مدام الكيماوي وقتل الشعب، عليه جريمة الكبتاكون وقانون قيصر، هي محاولات فاشلة لتعويم النظام السوري. نحن هنا لنوجه رسالة للعالم أجمع بأن هذا المجرم إذا صالح معه جميع الجن والإنس فإننا كأحرار سوريا لن نقبل به رئيسا لسوريا أبدا أبدا أبدا. سياسات الدول كلياتنا نحن نعرفها اللي هي تتغير حسب تغير المصالح، فهي ما تعني أي شيء للشعب السوري إطلاقا. النظام هذا ما رح يجي من وراء غير الشر للشعب السوري ولا جيرانه ولا المنطقة ولا المجتمع الدولي بشكل كامل. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وإلى تقارير قادمة بإذن الله، مع السلامة. صبرا بلادي، فإن الله مطلع والنصر قادم وإن طالت الأعوام. كل الخلائق في ذا الكون خذلتنا، لا نستطيع رجاء من سطوة الحكام. على عرش الدم نام نائمهم، وعين ربي أبدا لن تنام. فأنا الثائر وبيدي علمي، والنصر لي وبيد الزمام. كم كسيتهم عراةً وكم أطعمتهم جوعًا، هذا الجزاء فاسمعي يا شام. النصر لك إن أبناءك اتحدوا، وغير هذا النصر بالأحلام. أم الشهيد ما كنا سنخذلك، عن الحرية فلتكتب الأقلام. قاست بلادي كل فاجعةٍ، فمتى العدل يا دنيا يقام؟